السلام عليكم. غادي نحضر وصفة العسل المنزلي بما أننا مقبلون إن شاء الله على شهر رمضان، لله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. فأنا قررت هذا العام هذا نصايب العسل، والعسل يكون منزلي. فهاد العسل هذا كنت الصراحة كنصايبو بشحال هادي، وهاد الأعوام الأخيرة ما بقيتش كنصايبو، بديت كنشريه من المحلات التجارية. وداك العسل الخاص بالحلويات هو اللي كنت كنستعمل في الشباكية والصفوف والحلويات المعسلة اللي كندير في شهر رمضان الكريم. هاد المرة أو هاد العام هذا قررت أنني نصيبه في الدار، بما أنه كيتقام مرخيص وكيخرج لي بكمية وفيرة وما كيحتاج ما كيحتاج ليا هذه اللي قمه بزاف، كيحتاج اشياء بسيطه جدا اللي هي السكر الحامض والقرفه. فهذه كنظن كل شيء عنده هذه المكونات في الدار، ماشي شي حاجه اللي يمشي الواحد يقلب عليها في شي محل، او شي حاجه بسيطه جدا ومتوفره عند الجميع. فكما كتشوفوا غادي نحتاج سكر، انا هنا عندي سكر سنيده وعندي 2 كيلو، هنا كيلو وهنا كيلو، وخا الماركة مختلفة، فهو سكر أبيض ناعم، سكر أبيض ناعم فنفس السكر، ماشي مشكل، لا تهم الماركة ديالو. فهنا عندي السكر ناعم الأبيض. الناس اللي عندها سكر قالب، بما أن السكر القالب فيه 2 كيلو، فهذاك مزيان حتى هو، يمكن يستعملوه كيهرسوه هكا مرصويات صغار، وكيدار في الطنجرة ديال الضغط، حيت نحتاجو دابا طنجرة ديال الضغط باش نحضروا العسل. اذا كما قلت لكم هنايا عندي سكر سنيده 2 كيلو. وحتى الناس اللي مثلا ما متوفرش عندها لا سكر سنيده لا هذاك السكر قالب، فبامكانها تستعمل سكر حليوات اللي كنديرو في القهوه. المهم هو احترام المقياس اللي خص يكون 2 كيلو. 2 كيلو ديال السكر يكون كما كانت النوعيه ديالو، المهم يكون 2 كيلو. وعندي هنا 2 طريفات ديال الحامض يكونوا هكا شويه غلاض، نقطعهم دوائر. وعندي القرفة عواد، كنفضل هذه على القرفة غبرة، هذه كتعطي واحد المذاق خفيف للعسل، وكتجيني انا مواتية بزاف مع العسل احسن من القرفة غبرة. هذه مزيانه. اذا هادشي اللي غادي نحتاجو، وغادي نخلط العناصر كامله مع اترو ديال الماء بارد. اذا على بركه الله نبدا بتحضير العسل ديالي. اذا كناخد طنجره ديال الضغط او الكوكوت اللي كنقولوا لها بالدارجه الكوكوت، وكناخد السكر ديالي كنوضعو فيها بسم الله. اذا انا وضعت 2 كيلو ديال السكر سنيده ديالي، كناخد اترو تاع الماء كنضيفو فوق السكر بحال هكا، ومن بعد كناخد القرفه مع الحامض كنضيفهم حتى هما لهذا السكر هذا. وغادي نسد على الطنجره ديالي ونديرها طيب مده 45 دقيقه. خصنا نحترموا المده 45 دقيقه باش ما يتحرقليش السكر ديالي. اذا خصني ندير طنجره الضغط لمده 45 دقيقه طيب فوق نار. هي في الاول خصها تكون مجهده، في الاول تكون مجهده حتى تبدا تصفر ليا الطنجره ديالي، وديك الساعه ننقص العافيه شويه. اما في الاول خص تكون العافيه مجهده حتى تبدا تصفر ليا الطنجره ديال الضغط ديالي. اذا نقفل الطنجره ونديرها فوق النار. بسم الله نقفل الطنجره ديالي. اذا
بعد ما سالت 45 دقيقة طفيت على الطنجرة ديالي، ودابا غنحلها باش نشوف الشكل النهائي ديال العسل ديالي. بسم الله، اذا ها هو باقي كيفور، اللون ديالو كيولي بحال هكا، لون ذهبي او كراميليزي بحال الكراميل. كما كتشوفوا دوك الحامضات طلقوا مزيان، القرفه طلقات مزيان. اذا كما كتشوفوا هو كيبقى شويه جاري فاش فاش عاد كنحلوا الطنجره، كيكون هكا جاري. ولكن هذا العسل هذا ما غاديش نستعملوه في نفس اليوم، حيت هذا العسل خصو يبات ليله، يبات ليله باش يختار لينا. دابا غدا في الصباح ان شاء الله غادي يولي هذا العسل هذا ثقيل بحال العسل، حيت فاش عاد كيطيب كما كتشوفوا كيكون شويه سائل، فباش يختار ليا ويولي التكستور ديالو او كما كيفاش كيقولوا لها زعما الشكل ديالو بحال العسل، خاصو يبات ليله كامله. اذا الا صايبته مثلا في داك النهار ما نستعملوش في داك النهار، خصني نخليه واحد الليله شويه ديال الوقت على ما يعقد ويولي بحال العسل. اذا غادي نخليه يبات وغادي نرجع نوريكم كيفاش ولا ليا بعد ما خليته يبات واحد الليله. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالي من بعد ما خليته يبات ليله كامله. فكما كتشوفوا ولا لي خاطر، مبقاش كما كان. اذا باش تعرفوا بان العسل ناجح، شدوا واحد المغرف بحال هكا وكتهزوا هكا كتلقاوه خاطر وما كيديرش الخيوطه. فاش كيتكب كيكون مجموع، الا هزيتوه بحال هكا وكانوا عندكم الخيوطه عرفوا بالله العسل ماشي هو هذاك. فباش يكون ناجح ضروري ما يكون هكا كيتصب دقه واحده، ما كيديرش الخيوطه. فهذا هو العسل. وما تنساوش قبل ما تخليوه يبات تحيدوا داك الحامض ودوك العويدات القرفه. اذا هو هذا العسل، وشكرا